يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه في تعريفه للعبادة أنها اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، فهل ذكره للرضا بعد المحبة بمعنى زائد وما هو؟ مترادف، يحبه الله ويرضاه، ولا يحب إلا شيئا يرضاه ولا يرضى إلا شيئا يحبه. نعم، تأكيد من باب التأكيد. نعم.